شهدت جامعه كاليفورنيا في لوس انجلوس اشتباكات خلال احتجاجات مؤيده للفلسطينيين بالجامعه وأوضح المتحدث باسم بلدية المدينة أن الشرطة استجابت لطلب من رئيسة الجامعة من أجل تقديم الدعم في الحرم الجامعي يأتي ذلك بعد أن اقتحمت شرطة نيويورك حرم جامعة كولومبيا وسط احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين واعتقلت الشرطة عشرات الطلبة المعتصمين داخل حرم الجامعة كما أخرجت الشرطة طلابا من قاعة هاملتون التي سيطر عليها المعتصمون سابقا من جانبها طلبت رئيسة جامعة كولومبيا من شرطة نيويورك البقاء بحرم الجامعة حتى السابع عشر من مايو لضمان عدم نصب مزيد من خيام الاعتصام. أصوات الأحرار دوت في دولة الفيتو التي لا طالما استخدمته حتى لا يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والذي دخل شهره السابع. الولايات المتحدة الداعم الاول لاسرائيل سياسيا وعسكريا لم تحرك ساكنا لاجل دموع النساء والاطفال داخل القطاع المدمر وادارت ظهرها لنداءات دول العالم فخرج طلاب الجامعات بالولايات المختلفه مطالبين بالحريه لغزه وايقاف الدعم عن اسرائيل ومن هنا لم تحرك الدولة المتشدقه بالحريه ساكنا حركت قوتها وشرطتها لاسكات المتظاهرين السلميين بكافه الجامعات وشنت حمله اعتقالات واسعه لتكميم الافواه الى ان حمله القمع ضد المتظاهرين في جامعه كولومبيا في نيويورك ادت الى موجه من النشاط في الجامعات في جميع انحاء الولايات المتحده مع اعتقال اكثر من 700 شخص واشتبك ضباط الشرطه ومدير الجامعات مع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في عدد متزايد من الجامعات في جميع انحاء البلاد وازالوا المخيمات وهددوا بعواقب اكاديميه وشوهد افراد الشرطه وهم يقتادون عشرات المعتقلين الى حافله وايديهم مكبله خلف ظهورهم فيما شكل اعضاء هيئه التدريس في جامعه نيويورك سلسله ودرعا بشريا حول مخيم التضامن مع غزه ومن لندن وحتى جنيف يحتجد المتظاهرون في جامعات وعواصم اوروبيه احتجاجا على استمرار الحرب الاسرائيليه في غزه في محاكاه للاحتجاجات التي تشهدها جامعات امريكيه وتتشارك الاحتجاجات الداعمه للفلسطينيين بالمطالبه بوقف اطلاق النار وتقديم المساعدات للفلسطينيين الذين اصبحوا في مواجهه مع المجاعه ودعوا الحكومات الغربيه الى وقف امداد اسرائيل بالاسلحه ووقف اي تعاون معها ارادت دوله الاحتلال محو غزه فاصبح العالم اجمع صوتها